مجموعه في منتهى الصعوبه. انت معاك، كنت لسه بسال الاستاذ عادل نفس السؤال، معاك سان داونز، معاك النادي الاهلي بطل القاره حامل اللقب لموسمين متتاليين، ومعاك فريق الهلال السوداني، مجموعه صعبه بكل المقاييس. هل انت شايف ان انت معاك تشكيله من اللاعبين تقدر تنافس هذه الفرق القويه خلال هذه المجموعه؟ نعم، أنا واثق جدا أن لدي مجموعة قوية من اللاعبين يستطيعون المنافسة مع هذه الفرق. نعم، هذه ستكون أقوى مجموعة، أعلم ذلك، ولكن أعلم أنك لديك لاعبين كبار ولديك مدرب، ونحاول أن نحصل على نتائج مع النادي الأهلي ونادي سان داونز. نحن لدينا منافسين أقوياء بالفعل، وهذا يجعل تلك المجموعة مجموعة خاصة جدا، وأتطلع للعب وأن يستجيب اللاعبين بشكل جيد. وفي أول مرة كنت أدرب المريخ، كان لدي نتائج رائعة مع النادي الأهلي في دوري المجموعات، ونحن نعلم أن المباريات صعبة، ولكن إذا ما كنا معدين بشكل جيد ونركز على ما نحتاجه سوف نحصل على النتائج، ونحن مدركين لأنها ستكون مباريات صعبة.